بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور عيد إبراهيم بريمة، جامعة الملك خالد، كلية العلوم، قسم الكيمياء، تخصص كيمياء تحليلية، رئيس لجنة السلامة في قسم الكيمياء، ورئيس لجنة إعداد دليل السلامة على مستوى جامعة الملك خالد، وعضو اللجنة الدائمة لمتابعة مشاريع السلامة على مستوى جامعة الملك خالد. هذا الفيديو يخص شرح أهمية السلامة في المعامل، وهي معامل كلية العلوم التي تخص ثلاثة أقسام، وقسم الكيمياء وقسم الأحياء وقسم الفيزياء. واليوم إن شاء الله نستعرض تفاصيل الشرح إذا كان هنالك حادثة كيميائية بسيطة أو كبيرة، وهنالك حادثة حريق، وكذلك نشرح الرموز، معنى الرموز الكيميائية أو بشكل عام.